امي بالرحمن اسكت مضار لا تتكلم. حاضر على امرك. انت شلون امي بالمستشفى بين الحياه والموت ما تقولي لي انا مو متها؟ عمتي ما تخافي من الله؟ شوقان اتصلت فيك اكثر من 1000 مره ما كنتي تردين. بعدين خلاص اصلا هي ما طولت بالمستشفى. الله رحمها من العذاب والتعب. الله يرحمها. الله يرحمها. الله يرحمها. الخوف على اخوك اللي طلع من المستشفى قبل الله يكمل علاجه. ليش اخوي فيصل ايش فيه؟ انا ما قدرت اساله بموت امي ميته. حسوا فيني صاير فيكم. ما ادري. تهاوش مع غالب وطقه على راسه. ما ادري على شنو. شكو غالب الموضوع؟ وين هي مرام؟ اكيد مرام تعرف الصاير. مرام تدري ان امي ماتت؟ علمك ما ادري عن شيء. اتصلي عليها. نسيت تليفوني بالسياره بسرعه روحي به. شاب شاب